الرسالة الأولى هي إلى بني صهيون المحتلين لفلسطين، لبيت المقدس، للمسجد الأقصى، فأقول لهم والله لن تهنأوا أبدا باحتلالكم لبيت المقدس، وللمسلمين عين تطرف، بل والله الذي لا إله إلا هو لنخرجنكم منها عاجلا أو آجلا، مصداقا لقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ولما سئل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم في أكناف بيت المقدس. والله موصينا بنصرتهم بنص كتابنا، والله موصينا بنصرتهم بنص كتابنا. يا مسلمين اصحوا، ترى ما يصنع المجد الرقد، بيض الوسايد ما تطور روسنا ورقابنا، بيض الوسايد ما تطور روسنا ورقابنا.